أنا أقول إنه أنا أدعو الحكومة السودانية، حكومة الفترة الانتقالية، أن تحكم العلاقة ما بين مكونات هذه الحكومة، المجلس السيادي ومجلس الوزراء، في إطار تحقيق حكومة كفاءات في ظل الفترة الانتقالية، حتى ندي المؤشر للداعمين للسودان. هنالك وضع جديد قائم للسودان، قائم للشفافية، قائم للعدالة، قائم للحرية، قائمة على حسن الإدارة، حتى نستطيع أن نستفيد من كل الوفرات الخارجية ومن كل ما يمكن أن يدعم هذه الحكومة. وأنا أضم صوتي لصوت الدكتور أنه لابد أن ندعم هذه حكومة حمدوك، وهي تدعم نفسها بكثير من الإجراءات اللي بتتماشى مع الدولة الحديثة وبتتماشى مع الحكم الراشد. طيبة لحياة طيبة.